حلقة جديدة من برنامج كومبارس، ولكن النهاردة هنصور مشهد من فيلم هاربان في سلسلة، والهاربان واحدة ست واحدة راجل. الراجل من فريق العمل بتاعنا، والست مش اللي هي كومبارس اللي هي حنا. وبعد ما بيخلص المشهد المفروض المفتاح يفكوه علشان الكلبشات تتفك. بتاع المفتاح مش موجود، الراجل اللي معاه المفتاح مش موجود، اختفى. والمشكلة الأكبر إن يحيى اللي هو معانا في فريق العمل اتزنق وعاوز هيعمل ايه؟ مشكلة. تعالوا معانا. يلا يا عمرو والنبي بسرعة شوية. ايوه يا عمرو. ازاي؟ انت مثلتي قبل كده؟ طب اتفضلي. معاكي يحيى. في عندنا مشهد هنربطك بالكلبشات مع يحيى. هتبتدي تجروا من هناك، هتيجوا على هنا، انتوا خارجين من النيابة وهتبتدوا بقى تفكوا الكلبشات. شوف. ماشي؟ اوكي. خد بقى، انت عارف انت ده. طيب هنبدأ من ورا وهنيجي جري بقى. الجملة يا استاذ الجملة احنا يا دوبك هربنا وخرجنا من النيابة، لا هنرجع بقى، يعني هتبقى جري هنا اهو، هنبتدي نقعد ونبتدي نفك الكلبشات. يلا 1 2 3. اخيرا هربنا، هنشوف طعم الحريه. لا قولي لي. ايوه. انتي هربانه من ايه؟ قضيه نشله. قضيه نشله؟ وانا تزوير. اهلا. ستوب. شكرا. معلش بس فكني دقيقتين بس يا زواقي. فين هو؟ فين اسمه ايه ده؟ ده احنا عن ايه؟ حمام. حمام بس. حمام ايه دلوقتي يا عم؟ ايه حمام ايه؟ طب اسمع، عايز اروح الحمام. طب اداره كده. وهي يعني لازم دلوقتي؟ معلش. طيب ما تصبر لما اخلص المشكط. طب يحيى هروح اجي على طول. يحيى مش هتاخر. لا لا لا. طب ما طب تعرف تروح وتيجي؟ ادخل الحمام وتعال. ايه يا اخويا؟ ايوه. ايه المشكله؟ المشكله ان انا مكلبشه فيه. زمايل زمايل ما فيش حاجه. لا لا زمايل ايه يا جماعه؟ بسرعه شويه لو سمحتوا. طب يحيى في بص، في شجره هناك اهي، في شجره. دايما دايما تقريبا بتلاقيني. يحيى طب اصبر بقى شويه، اصبر شويه، 5 دقايق. خمس طيب دقايق. طب حد يحضر لي العربيه. مش لاقينه يعني ايه يا جماعه؟ مشي. طب والمفتاح فين؟ المفتاح بكل حاجه يعني. لا لا لا، طب ما في مفتاح ريزيرف. لا حرك. هو بس الكراش معاه نسخه واحده اللي احنا جايبينه من الاكسفار. يعني ايه يعني؟ هو هيخش الحمام. حضرتك اتطرد. مشي. وانا معاه مع مدير الانتاج. مشي. فوق. يا ست اوعي ايدك انت. حضرتك يا استاذ انا اتكلبشت في ايدي الاول. انت اللي اتكلبشتي في ايدي. انت اللي اتكلبشتي في انا ايدي عايز الاول. اروح. وما تشدش عشان انا دراعي وجعني. انا عايز اروح. ما تروح، انا مسكاك. انت اللي مسكني. انا جيت ناحيتك. ايوه انت جيت ناحيتي. وما تشدش دراعي، دراعي وجعني. انتوا مش قبل الاوردر كنتوا بتاكلوا سلطه سوا؟ ماشي دلوقتي ناكل سوا. انما دلوقتي بالراحة. عاوز اروح الحمام. عايز توديني الحمام معايا. ايه ده صديق؟ يا استاذ يا استاذ. طب اجيب لك حاجه عشان البرد وتدخلي معايا الحمام؟ ممكن. ممكن هو يدخل الحمام وهي تلف وشها. لا يا سلام والله. انت بتعملي ايه؟ بخلع ايدي من ايدك. ما تخلصوا نفسيكوا بقى. ما تقطعيها. يا عم حد يشوف لها المفتاح. اقطعيها وخلصيني. حد يشوف اجنه ولا شاكوش؟ هات هات. ايوه ايوه كده، اجنه ولا اي حاجه. لا 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 انا مش موافق. لا انا موافق. انا موافق. لا انا موافق. انا تعالى 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 تعال. ايدك انت. ايدي انا اللي تتفك الاول. وقفوا انت. طب حط ايديها هي الاول. لا ايدك انت الاول. لا ايدك انت الاول. انا مال انا. ايدك انت وما تشدش دراعي. ايدك انت الاول. ها لا حط ايديكوا هنا. حط. هضرب على الهوا. حط ايديكوا انتوا الاثنين. خليه يحط ايده الاول. يا استاذ وائل. يا استاذ يا استاذ وائل. ايوه ماشي. انا عايز قلت لحضرتك فكي عشان عايز اروح الحمام. انا عايزه اتفك منه بليز لو سمحتوا. انا متاخره. انا عايزه امشي. ايه الشتيمه دي؟ انا عايزه امشي. مش هينفع كده. بالراحه بالراحه. ايده بايده بليز.
اوعى ايه ارجوك في ايه مش هينفع كده اهدي يا ماما إيه؟ حد يفكني طب اصبري شويه بس مش لا لا حد يفكني ليه انا عايز امشي امال ده ايه ده خلاص فكني انا الاول افك انت وانا عيل المفتاح ازاي دي مواكب عايز لا 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 حد يفك يا جماعه ده فكني الراجل ماشي بالمفتاح لا فكني طب حطي ايديكي كده واهو طب انا مش عايز الحمام انا عايز اروح يا استاذ وائل انزل على رجليك انزل خليه يفكني افكك ازاي خليه يحط ايده حط عشان إيدة. اضرب بالشاكوش اقعد 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 يلا فكني اهدي اهدي فكني اهدي فك تعالى اقعد ادي نعالة رقص اقعد يا جماعه فين المفتاح دقش ايدي بقول لك طب حط ايدك انت انا حاطه ايدي حط ايدك انت فوق ما تحطش ايدك تحت ايه ده هخبطك على دماغك صدقني يلا هتعصب عليك ما ده مش هيتكسر كده هيتكسر مش مشكله ان شاء الله دق على ايدك دق على ايدك انت اسمع الكلام ما تخلينيش اتهور عليك ها استاذ وائل قاعد ليه ما تيجي استاذ وائل بليز استاذ وائل استاذ وائل ايه الحل دلوقتي يا استاذ وائل بليز انا عايزه افك ايدي منه ياه فكني مش بقول لك فكني دلوقتي بس 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 خلاص 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 انت متعصبه زياده على اللزوم بصي بقى احنا ولا بنمثل ولا ده فيلم تمثيلي ده مقلب فيك برنامج كوميدي اسمه كومبارس ولكن مستعده تشتركي معانا فيه ونذيع الفقره دي وبعد كده نفكك بجد بجد والمفتاح اهو اهو المفتاح معايا ها اوكي ماشي انا اسفه يا جماعه الاول على اللي انا عملته في الاستاذ وانا بلاش لا والاستاذ وقته طب يعني ذيع الحمد لله الحمد لله اخويا الحمد لله قضيتك ايه الحمد لله لمحدش شافنا الحمد لله الحمد لله انا كانت قضيتي حرامي فراخ وانتي انا قضيت نصب نصب يا نصابه يلا عندي مشوار بسرعه عايز اعمله لو سمحت طيب بس عمرو هيجي لكم يجي فوق الكلبشات فين عمرو يا عمرو هروح كده مش ممكن فين عمرو يا جماعه فين عمرو يا عمرو يا جماعه استاذ وائل يا عمرو بسرعه بس عشان مزنوق عايز ماشي يا استاذ مدور على الراجل طب بسرعه بس بسرعه دي واحدة بس يا ست بطة عمرة بس هنجيب له المفاتيح ممكن تقعدوا شوية كده بس يا جماعة احنا ما خدناش دي انا ما ريحوا ده ايوه المشهد بس فكيني عايز اروح انا عشان هو تعبان بس انت معانا في مشهد تاني يا بطة مش مشكلة عادي اقعدوا ريحوا ريحوا نقعد ايه يا استاذة بقول لك ريحوا ما هي بطة معانا في مشهد يعني تاني يعني انت طول النهار معاهم واستعجلت على الحتة دي انت هتسحبني معاك الحمام ايه ده بيقول لك ده الراجل روح يعني ايه روح يا استاذ وائل روح يعني ايه يا استاذ ازاي يعني ازاي انت مالك ده حاطط في ايدي كلبشات وحديد وتقول لي روح ازاي يعني يا استاذ مش انت ممثل خلعني بقى الحاجات دي امسك بقى امال ايه اخي امسك خلعني الحاجات دي هات يا عم المفتاح ما ينفعش كده يا جماعه طب احل مشكلتي وبعدين نحل مشكلتنا مشكلتك ايه تروح الحمام بيا انت مجنون حاولي تفكي ده عارف اتصرف هعمل ايه وريني تعملي ايه ما تهوريش اخبط المخرج بتاعكوا ازاي يعني انا المخرج ازاي يعني انا المخرج اوري انت بخبطك في دماغك هتخبطيني انا وريني اوعى حمام ايه اللي تروح مزنوق يا اخوانا يا استاذ وائل مش كده حلوا موقفكم بقى مع بعض طب هات ايدي بقى ايوه خلاص حط ايدك انت ايوه هنا في الامام ايوه عند انا عند لا ما ينفعش اخبط عندك انت اكسر ايدك انت اوعى بقى ايدك اقف كده بس استناهم لما يجوا بالمفتاح انت بتقول اروح الحمام ايه اروح الحمام دي اعمل ايه طيب ازاي يعني وتسيبني في الجبل ده ازاي اخليكي هرجع لك لا تروح فين خد هنا انت تقف معايا للصبح بصي ولا يقف للصبح ولا ايه لغايه بكره احنا ولا كنا بنمثل ولا ده فيلم قول لها يا استاذ احنا كنا بنعمل ايه ده مقلب كنا بنعمله معاكي مقلب يا حرام عليك انت بتعمل ايه فيا ليه كده ليه كده حرام عليكم سيبتوا اعصابي يلا بقى مين عاوز افكه هذيع هذيع قد ايه ردود الافعال دي جميله جدا وبتطلع من القلب يعني ردود الافعال بتاعت الممثلين هي اللي بتخرج الضحك من القلب عشان كده كل يوم فكره جميله بتطلع ضحك
وبيخلي فيه بسمه عشان كلنا نغسل نفسنا. الضحك ده بيغسل. ها عشان كده احنا مصرين نغسلكم كل يوم. هتتغسلوا يعني هتتغسلوا. ها بكره حلقه جديده من برنامج كومبارس ولكن